لك على طول، خليكي معانا على الهواء، هرجع لك. ولكن نروح للمستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات. سيادة المستشار، اولا تحياتي لحضرتك، طمنا على الدوائر الانتخابيه في 13 محافظه. يعني عايز اقول لحضرتك بنسبه تكاد تكون شبه كامله كل اللجان فتحت، حتى سينا بعون الله فتحت كلها في الموعد المحدد بدون تاخير. حصل بعض التأخير في لجان معدودة على أصابع اليدين فقط، نعم، ولكن الأمور تسير بسلاسة وطبيعية والحمد لله الدنيا ماشية كويس. أنا شايف حضرتك كنت في استقبال الرئيس أثناء الإدلاء بصوته. آه طبعا، كنت صباح اليوم كلفتني اللجنة العليا باستقبال السيد الرئيس واستقبلت سيادته، نعم، وأدلى بصوته وخرج، نعم، ووضع اصبعه في الحبر الفسفوري وقام بجميع الاجراءات المطلوبه. كان بيتكلم مع حضرتك، كان بيقول لحضرتك ايه يا فندم؟ كان بيسال حضرتك على ايه يا فندم؟ لا ابدا، كان حديث عادي خالص، ما كانش فيه بيتناول يعني الدنيا في مشاكل، في حاجه مقابلاكم، في صعوبات. قلت له لا ما فيش، الدنيا ماشيه كويس. كويس. في مستشاره كان سياده الرئيس وقف معاها داخل اللجنه، مين المستشاره يا فندم اللي بيلتقي بيها الرئيس او اللي بتسلم على الرئيس دلوقتي اللي قدام حضرتك قدامنا يا فندم؟ دي المستشاره رئيسه اللجنه الفرعيه، وهي القاضيه مروه هشام بركات، نجله الراحل المستشاره هشام بركات. ايوه. دي رئيس اللجنه. رئيس اللجنه الفرعيه. اذا قدامنا السيد الرئيس والمستشاره مروه هشام بركات. سياده المستشار، اولا تقدر تطمنا على الصوره في الخارج، التصويت في الخارج النهارده اليوم الثاني؟ التصويت في الخارج امبارح كان ازيد من اليوم الاول في المرحله الاولى بنسبه تزيد عن 25%. يعني بمثيله، يعني اليوم الاول في المرحله الثانيه، نعم، ازيد من اليوم الاول في المرحله الاولى بحوالي 25%. هايل. نعم. فواضح ان نسبه الاقبال هتكون زياده ان شاء الله في هذه المرحله. التقارير اللي جايه لحضرتك لحد دلوقتي بعد ساعه ونص تقريبا ايضا، لان انا شايف المحافظات من خلال مراسليننا ايضا الاعداد اللي موجوده مثلا في القليوبيه، في المنوفيه، في دمياط، في الشرقيه، في القاهره، في يعني شايفين يمكن الاعداد اكتر كمان من اللي شفناه في الجوله الاولى. ده صحيح، ودايما المحافظات القليوبيه، المنوفيه، الشرقيه، الغربيه، المنصوره، دي محافظات من ذات الكثافه التصويتيه الكبيره جدا، وهذه هتعمل فرق تصويت كبير. عكس طبعا القاهره، اي مكان بتبقى نسبه التصويت فيها اقل من المحافظات الاخرى. حضرتك بتطمني على استقرار الاوضاع كامله والساده القضاه في كل الدوائر بيبشروا العمليه الانتخابيه؟ مفيش مشاكل الحمد لله، وكل قايم بواجبه، وحتى القضاء عايز اطمنك ان الامور ماشيه في سينا زيها زي اي محافظه من محافظات مصر. لسه كان معانا، انا اسف معلش، مدير امن شمال سينا واكد لنا. خليني هنا لحظه سياده المستشار، نرجع بالصوره تاني معلش باجوري. ارجع لي بالصوره سياده الرئيس وهو بيتكلم مع المستشار عمر مروان. سياده المستشار، سياده الرئيس بيتكلم مع حضرتك اهو. ايوه فندم. كان هنا بيسال حضرتك على الاوضاع، هل في تعوقات، هل في حاجه، في مشاكل بخصوص الاستحقاق الثالث، وان شاء الله هيتم على خير وان الامور ماشيه طبيعيه ومفيش اي مشاكل. طيب انا بقول لحضرتك هايل، كان بقول لحضرتك تاكيدا لكلام سيادتك مدير امن شمال سينا كان معانا من شويه وبيطمنا فعلا على الوضع هناك، وانه في الناس بتنزل وهم مامنين تماما الوضع، في تامين من جانب القوات المسلحه والشرطه لكل المقر الانتخابيه في شمال سينا. الحمد لله الدنيا ماشيه طبيعيه جدا، والساده القضاه موجودين في لجانهم وبيستقبلوا الساده الناخبين، والدنيا ماشيه بصوره طبيعيه. بشكرك شكرا جزيلا المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا.